شخصيا هم الولاد حسوا ان في مدير فني بيدعمهم بيدعمهم ومقتنع بامكانياتهم طبعا. وفي ظروف اصعب من اللي الناس الزمالك بيلعب فيها دي. لا طبعا, لا طبعا. وان هو بيديهم يعني منتهى الثقه. مكاسب الزمالك في الماتش النهارده يا كابتن اسماعيل بوجهه نظرك؟ مكاسب الزمالك استمرار طبعا, ثلاث نقاط مهمين جدا. استمرار الاداء الطيب مرورا بمباراه الشوط الثاني في مباراه النادي الاهلي, الروح في ازدياد دايما, العدل اللي بيطبقه فيريرا داخل الملعب, التوفيق طبعا في التغييرات في معظم التغييرات, وظهور الولاد الصغيرين بمستوى متميز مستمر ورب ان شاء الله لغايه نهايه الموسم. انا في نقطه بس عايز اتكلم فيها. اتفضل. ارجو من كل الناس الزملكاويه وجمهور نادي الزمالك العظيم ان هو ما يمارسش ضغوطات في سؤال الصفقات. في اداره امير كابتن جمال عبد الحميد عبد الله موجودين, وفي لعيبه موجوده بتبذل اقصى جهد داخل المستطيل الاخضر ولنهايه الموسم, فما نشغلش الناس تطمن, بس ما حدش يتكلم في الجزئيه دي لان احنا عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا كاس واللعيبه دي ما لا ما ينفعش. وانت هتستفيد ايه؟ في ثقه في الاداره اللي موجوده, في المستشار مرتضى, في ثقه في الاداره الفنيه اللي موجوده بقياده فيريرا, في ثقه. يبقى خلي الموضوع خليه على جنب لان احنا عندنا موسم لسه طويل, في ثلاث بطولات مهمين جدا جدا يهم جمهور نادي الزمالك ان ان شاء الله نوصل بدرجه 100% في الثلاث بطولات, اثنين كاس وواحد دوري. تمام. فالكلام ده ممكن يؤثر سلبيا على بعض اللعيبه. لما انا اقول انا جبت طارق يحيى وحماده بيلعب مكان طارق يحيى, ما ده ياثر نفسيا يا جماعه على حماد. يعني السؤال ما يتسالش دلوقتي, طالما انت وثقت في اداره النادي وفي رئيس النادي مستشار مرتضى وفي الاداره الفنيه بقياده فيريرا واداره الكوره, يبقى خلاص. لا ولازم يعني لازم يبقى في ثقه ليا يا كابتن طارق, لان الواضح داخل الملعب زي ما انت شايف, حتى لما جبت ولاد صغارين والراجل صعدهم مستوى متميز, وان شاء الله يبقى ليهم مستقبل. احنا مش عايزين نعلي قوي لا, ليه هيبقى ليهم مستقبل لان ان شاء الله يعلو لما يجيبوا دوري وكاس. على الاقل يا كابتن اسماعيل جمهور النادي اطمن ان في مستقبل النادي, في مستقبل يلعبوا ما يلعبوش الفتره الجايه, ولكن هم ادوا صوره طيبه عن القطاع وعن بعمل فوكس ولاد النادي. بعمل فوكس بس على موضوع الصفقات, يعني سؤال ممكن ما يتسال يعني ما يتسالش لان احنا يعني ماشيين كويس.